عشان كده اطلق عليه اسم الخواجة. هنشوف الخواجة هيقول لك ايه ونرجع تاني. كابتن غانم من اقرب الاصدقاء لي يعني اخوات يعني، وعمرنا كله قضيناه تقريبا مع بعض يعني من سن من 9 سنين 8 سنين 9 سنين الى الان. لا هو كان علاقه طبعا بيه، اول علاقه بيه كان في النادي، كنا في مدرسه الكوره وكان المدرب بتاعنا اسمه شيف الفار زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده، ودي كانت بدايه معرفتي بيه في الوقت ده. ومن الوقت دوت العلاقه بيننا مع الوقت بدات بتقوى اكتر فاكتر فاكتر. وطبعا كان في فتره الدراسه موجودين اعدادي قلت لك، في ثانوي موجودين ثانوية رياضية في كلية التربية الرياضية، وكان معنا كابتن مصطفى عبده بالمناسبة انا بحييه يعني. وطبعا مصطفى عبده طبعا حدث ولا حرج بقى على الشخصية الجميلة دي، وكان دمه خفيف جدا وما زال دمه خفيف. وكان يعني مش عايز اقول لك لما بنجتمع ومعنا مصطفى عبده وغانم والخطيب كابتن الخطيب وفاروق وعبد العزيز عبد الشافي، كل دول كانوا ثانوية رياضية وداخلية وفي نفس الوقت مع بعض في المنتخبات وفي نفس الوقت بنلعب ضد بعض اهلي وزمالك. فكانت العلاقه بيننا كانت جميله جدا. فكنا يعني مش عايز اقول لك لما بيتجمعوا دول مش هتبطلي ضحك طول ما انت قاعد. هقول لك على موقف واحنا صغيرين، كان جاب موتوسيكل، كان جابوا له في البيت عندهم موتوسيكل جاوا كده، كان اللي يبقى عنده الجاوا دي يعني ده الكلام ده في اوائل اخر الستينات اوائل السبعينات. غانم اديني طبعا علمني، لا يا غانم لا اركب ورا اركب ورا. فجيت مره يعني رحت واخد الموتوسيكل من وراه، فلما خدت الموتوسيكل من وراه انا خدت مش عارف اسوق، فخدته وقعت بيه بغدغته، دغدغلت في الرصيف ودغلت في الدنيا كلها. قول لي مش قلت لك بلاش؟ مش قلت لك بلاش؟ قلت له ما المهم اتعلمت فعلا، ولما من الحادثه اللي عملتها دي بيه رجعت له مدغدغ. كسر لك الموتوسيكل الخواجه؟ عملت فيه بقى؟ ولا حاجه، وده معاه حاجه. والموتوسيكل ده مش كنت بتودي بيه الفاكهه وتجيب الفاكهه؟ لا لا ده جاوا كان عشان اروح بيه المدرسه، لان كان بقول لك من العباسيه لغايه الاستاد ما فيش ما فيش. ما خدش منه اي حاجه خالص، معهوش الهوا هو اساسا. طيب انت لعبت كام سنه في نادي الزمالك يا غانم؟ ما احسب بقى من سنه 61 لغايه يعني النهارده انا موجود داخل النادي. لا انا بتكلم انا عارف انت من بدات من من, من